فهم؟ لا أعرف، أرجو أن يكون هذا كافي لتبديد سوء الفهم. إنما لابد، هذا رأيي وقد عبرت عنه أمام مجلس الأمن، لابد لنا من أخذ بعض الهواجس بعين الاعتبار. يعني هناك هواجس عند بعض الليبيين قد تكون قائمة على قلة معرفة أو هواجس نابعة من مواقف سياسية مسبقة من المجتمع الدولي لا علاقة لها بالضرورة بموضوع فريق الحراسة. لابد لنا من تفهم بعض هذه الهواجس، لابد رغم عدم اقتناعنا بمبرراتها ورغم أنها ليست مبنية على أسس موضوعية جدية. لذلك اقترحت أن نراجع صيغة تشكيل فريق الحراسة وحجم فريق الحراسة، لأنهم تحدثوا عن 232 شخصا كحد أقصى، فطبعا البعض لا رأى أن هذا الرقم كبير جدا، وهو رقم يتضمن بالإضافة للحرس على مدار الساعة، معناها يعني إذا عندك 20 حارس لازم يكونوا 60 بيتناوبوا وبيضم طباخين وممرضين وسواقين وحد أقصى. لكن رغم ذلك يعني أنا قلت لمجلس الأمن أنا أفضل يعني مراجعة قضية الحجم إذا كان هذا الرقم، وإن كان مبررا يثير يعني بعض الهواجس فلنراجع الرقم. وذلك حرصا مني على تهدئة بعض الخواطر، قد تكون هذه الخواطر قليلة لكن لابد من تهدئتها، ولكي نتحاشى أي جنوح نحو تفسيرات أو افتراضات لا أساس لها، وكي لا نحمل مسألة عادية طبيعية ترتيبات بسيطة نحملها ما لا تحمل. أخيرا، وبعد مناقشات ما بين أعضاء مجلس الأمن استمرت أياما، تم الاتفاق على بيان رئاسي صدر أمس عن مجلس الأمن. والبيان الرئاسي بخلاف القرار يتطلب موافقة الأعضاء 15. القرارات التي يتخذها مجلس الأمن تؤخذ بأغلبية 9، يجري التصويت عليها. إذا حاز مشروع القرار 9 أصوات ولم تمارس أي من الدول صاحبة حق النقد الفيتو نقدها يوافق على القرار. أما البيان الرئاسي فيتطلب موافقة الأعضاء جميعا، يقوم على الإجماع. فبالتالي يكون البيان الرئاسي عادة نتيجة تنازلات متبادلة بين الأعضاء، فهناك دولة تريد التشديد على هذه النقطة، دولة أخرى تشدد على مسألة مغايرة، هناك مجموعة من الدول تبرز ما حققته ليبيا من تقدم، فيما دول أخرى ترغب في التحذير من ما تواجهه ليبيا من مخاطر. هذا يعني هذه سياسات الدول ومواقفها. البيان الرئاسي هو توفيق بين آراء متنوعة وأحيانا متضاربة. طبعا بالنسبة للليبيين، بالنسبة لكم لمن يعرف الأوضاع الليبية، لن يجد فيه شيئا جديدا، لكن بالنسبة للمجتمع الدولي الذي لا يعرف عن ليبيا إلا ما
ينقل إليه من أخبار فيها من أخبار عن الحوادث وعن الاضطرابات الأمنية والخطف واحتلال المنشآت وغير ذلك، الذي لا يرى الواقع الليبي إلا من هذه الزاوية. البيان الرئاسي لمجلس الأمن له تأثير، وطبعا بيان المجلس الأمن هو موقف سياسي، وأعتقد أن هذا البيان هو يجدد دعم المجتمع الدولي لليبيا. وقد وزع عليكم نص البيان الرئاسي، لقد أطلت الكلام، أنا تحت تصرفكم للإجابة على أسئلتكم. طيب ناخذ من أول من رفع إيده. طيب تفضل الأنسة وبعدها مكتوعة بالأخ اللي بيمرض. تفضل. ناخذ الأسئلة الثانية ولا تحب تاخذهم سؤال سؤال ونمشي مع بعض؟ طيب ممكن ناخذ سؤال ثاني احاول اجاوبه. ممكن آخر 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 جملة. خليه يرد على أسئلة هذوما بعدين نرجع نخبر. هذا يعني موقفي الشخصي من أن هذا الإجراء العادي كما قلت، والذي أثار بعض سوء التفاهم، أنا واثق أن الكثير من سوء التفاهم هذا سوف يبدل. وقد عبرت عن رغبتنا في يعني تهدئة بعض الخواطر واحترام بعض الهواجس، وإن كنا لا نعتبر هذه الهواجس بالضرورة مبررة. أنا أقول لما أتحدث عن فريق الحراسة أنه إجراء عادي، بعبارة أخرى أود أيضا أن أؤكد أننا لا نشعر أن لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا أعداء يتربصون بها. يعني ليس هذا شعورنا، وليس هذا مبرر المجيء بفريق للحراسة. لكن كل من يزورنا من خارج ليبيا وحتى من بعض الليبيين يفاجأ بأننا بخلاف السفارات هنا وفي بلد آخر، لا فريق حراسة عندنا. وبوجه الإجمال يعني هذا موقف مبدئي، أنه إذا أنت موجود في بلد فيه بعض الاضطراب الأمني يستحسن يعني من باب الحيطة، ليس أكثر من باب الحيطة، باب تقولون أنتم في ليبيا التحوط، من باب التحوط أن يكون عندك حرس يعني. بس لا يعني ذلك أننا يعني مهددون من كل جانب وأننا خائفون ومذعورون، لا لا. لذلك أنا لست متوجسا، وأعتقد أن المراجعة التي سنقوم بها ستطمئن الجميع. سيبقى هناك ناس دائما يبحثون يعني عن خفايا مزعومة وراء كل شيء، أنه لا 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 هذا وراء الأكمة، ما وراء الحقيقة ليس وراء الأكمة شيء.
إلا ما قلته. لا وإن شاء الله يعني بيمشي الحال. Regarding your question, I think in view of what has happened recently, in particular demonstrations in Tripoli and in Benghazi and in Derna, there are many Libyans who are expressing their desire to see an improvement in the security situation. They are calling for a greater role for the National Army and the National Police. And I think the whole world has seen that and listened to that, and the Security Council has taken care, taken note, sorry, of this Libyan call for a greater role that the legitimate military and security institutions are to play in ensuring protection for the civilian population and stability of the country. But we all are aware that this cannot happen unless there is an agreed upon strategy for the rebuilding of the army and the police, and the integration or reintegration of members of revolutionary brigades, either in the army and police, or in normal social and political and economic life in Libya. I think what the Security Council tries to say, and what our opinion is, while we affirm the importance of moving towards disarmament of revolutionary brigades and the reintegration of their members, there is a need for dialogue that it involves those revolutionary brigades. There is no solution possible without the consent of the revolutionary brigades. They are not only to be seen as a problem, they are part of the solution. And there are many people in the revolutionary brigades that are more ready today than they were weeks and months ago to engage in this dialogue, in the hope that a shared vision for their own future, but also for the future of Libya, is reached. أو مبادرة قدمت بموضوع تمديد فترة عمر المؤتمر من عام بعد 7 فبراير القادم، وهل المبادرة يبدو أنها راقت للأمم المتحدة أو نالت رضاها بسبب عدم دخول في مرحلة فراغ سياسي؟ ما رأيكم في تمديد عمر المؤتمر، وما هي الخارطة الطريق التي ربما ترونها مناسبة للليبيين خلال الفترة القادمة، مع أن هذا القرار هو قرار ليبي يعني محدود؟ السؤال الثاني، هناك أصبح الحديث عن الأسلحة النووية في جنوب ليبيا، نتكلم عن اليورانيوم. هذا ليس جديد، لماذا الآن الحديث عن اليورانيوم والأسلحة غير التقليدية، مع العلم أن هذه الأسلحة، وأنا كنت في ديسمبر 2011 شهر 9 كنت موجود هناك ورأيتها بدون حراسة. من ذلك الوقت حتى الآن فقط الأمم المتحدة الآن تتكلم عن مخاطر هذه الأسلحة وما إلى ذلك. هل يعني سؤال أخير، هل في فريق يعني سيدخل بإعدام هذه نستطيع أن نقول مخلفات حرب أو بقايا الأسلحة التي لم يستلمها نظام القذافي في الصفقة المشهورة؟ في مجلس الأمم رئيس بوش قبل أيام أصدرت بيان للدعم في بجد الأمن بعدم الضغط والعمل الجدية على
خاصة المرتكبة من قبل مجموعة مسلحة تتبع رسميا الحكومة وتنال الدعم المادي والمعنوي منها. تتهم أيضا الحكومة بعدم إصرارهم على إقالة هذه المجموعة. الاتهام ضد مجلس الأمن وأيضا ضد المجموعات الدول الغربية التي شاركت في الحرب. أيضا ذكر بيان من رئيس مجلس الأمن هناك أعمال مواجهة أعمال العمدة فلسطين في بنغازي ودرنا لم يذكر تلك المجموعات بالتحديد. أنا أود أن أسمع رأيك عن مجموعات أنصار الشريعة، تنظيم أنصار الشريعة في ليبيا، ويذكرني فلسطين بأنها مجموعة إرهابية، ونحن سمعنا هناك اجتماعات في بنغازي، هناك أيضا مدن ليبيا أخرى يتواجد فيها هذا التنظيم، أيضا هناك مجموعات مؤيدة لهذه المجموعات خاصة بعد تأثير الحكومة والمؤتمر الشعب الليبي والديمقراطية والأمم المتحدة. سؤال أخير، حد في الأخيرة مجلس الأمن بإطلاق قرار 14 شخصيات من قبيلة كرمان بعد أن بعض الشخصيات تعز في القانون الدولي محرمة جرائم الحرب، ولماذا لم تذكر الشخصيات التي أطلقت سراحها من مدن أخرى وليس من قبيلة واحدة؟ هو جواب كمية كبيرة من الأسئلة. الحقيقة فيما يخص استمرار العمل المؤتمر الوطني العام بعمله بعد 7 فبراير ليس للأمم المتحدة أي موقف. وضعنا ورقة بناء على طلب من المؤتمر الوطني العام تعرض كافة الخيارات ولم نفاضل بينها. قلنا اختصرنا أهم الأفكار روحها بل ممكن أن تطرح حول هذه المسألة، وليست مهمتنا نحن أن نأخذ موقفا من هذا الموضوع، هذا ليس شأننا على الإطلاق، هذا شأن القوى السياسية الليبية وشأن الشعب الليبي نفسه. الآن في هذه اللقاءات التشاورية التي تحدثت عنها يعني بحث الأمر مطولا ولبل قتل بحثا، وما استطعنا الاتفاق عليه لم يتفقوا بالأحرى على موقف واحد. ما زال هناك تباين، أولا في التباين حول تاريخ 7 فبراير، هل هو التاريخ فعلا انتهاء صلاحية المؤتمر الوطني العام، هل هو مهلة إسقاط أم هو مهلة تنظيمية؟ هذه مسألة لم يبت فيها، لكن ما اتفق عليه مجموعة من المبادئ الناظمة التي اشترك الجميع بوضعها بما فيها الأمم المتحدة، أنه مثلا ضروري التحاشي الفراغ بالمؤسسات. يعني إذا أنهى المؤتمر الوطني العام عمله يجب أن تنتقل صلاحياته إلى هيئة منتخبة، يعني لا يمكن أن ينهي أعماله ويمشي ويترك البلد في الفراغ. مثلا هذا من المبادئ الناظمة التي اتفقنا عليها، لكن ما زالت مسائل موعد إجراء الانتخابات العامة وعلاقة ذلك بانتهاء العملية الدستورية ما زالت مسألة فيها أخذ ورد. هناك بوجه الإجمال وجهتان نظر، يعني هناك وجهة نظر تقول أنه لابد من دعوة لانتخابات عامة فينتخب مجلس تشريعي أو برلمان سميه ما شئت، تنقل إليه سلطة المؤتمر الوطني العام بقطع النظر عن العملية الدستورية. يعني أنت لست بحاجة لدستور دائم للبلاد لكي تجري على أساس انتخابات عامة، طالما تأخرت عملية صياغة الدستور فلتأخذ مداها، لكن بانتظار ذلك يعدل الإعلان الدستوري وتجرى انتخابات عامة على أساسه. وهناك رأي آخر، يعني أنا أختصر الآراء بشكل سريع، هناك رأي آخر يقول
يستحسن أن تجري الانتخابات العامة بناء على دستور دائم، فلنعطي وقتا كافيا لكن وقتا غير طويل لهيئة صياغة الدستور لكي تعد دستورا، والإسراع بعد ذلك في إجراء استفتاء وانتخابات عامة على أساس الدستور الجديد. يعني هذا طبعا في لكل من الموقفين، كمان داخل كل موقف من الموقفين في تنويعات كثيرة، في 15 مبادرة مش بس مبادرة واحدة، وتختلف كل منها عن الأخرى. ونحن كما قلت مهمتنا أن نيسر الحوار ليس أكثر، نحن لا نريد أن ندلي بدلونا في مسألة تخص الليبيين في المقام الأول. سألت سؤال ثاني على الأسلحة، فتك أنت صحيح. هلأ لماذا أنا بسأل نفس السؤال؟ يعني اللي أنت ما قلت أنه هذه يعني الكعكة الصفراء موجودة وصواريخ أرجو والمحمولة على الكتف كانت موجودة من مخلفات الإرث القذافي، ولكن كان هناك عمل تقوم به وكالات متخصصة مثل وكالة الطاقة الذرية ومنظمة مكافحة الأسلحة الكيميائية بالتعاون مع الدولة، وقد حققت الكثير، أتلف كثير من الأسلحة من غاز الخردل مثلا وبالكفرة، كان في مستودعات، تم التأكد من أن الكعكة الصفراء موجودة بأماكن محفوظة بشكل سليم، وفي حراسة ولو أن الحراسة ضعيفة على تلك المخازن، وجرى التحقق من أن الصواريخ أرض جو المحمولة على الكتف الكثير منها منتهي الصلاحية. فهذه يعني أعدت تقارير بهذا المجال، لكن الذي أثار الاهتمام الآن، وأنا قلت فيه ربما بعض المبالغة، الذي أثار الاهتمام الآن هو مقالات بالصحف أثارت انتباه بعض الدول وليس كلها، وهذه الدول هي اللي أثارت الموضوع مجلس الأمن، فصرنا نحن ملزمين بأن نقدم لهذه الدول الكثير من المعلومات التي نستطيع الوصول إليها. طبعا نحن كبعثة للأمم المتحدة للدعم في ليبيا لسنا الجهة المختصة، لأنه في وكالات متخصصة وهي تعمل بتكتم شديد، يعني طبيعة عملها تفرض عليها تكتما. فيعني أنا غير مطلع على تقارير وكالة الطاقة النووية، وغير مطلع على التقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لكن أعرف أنها تعمل بجدية بالتعاون مع الدولة الليبية، وأن الحكومة الليبية ألفت لجنة للتعاون مع هذه المنظمات. نحن العمل الذي نقوم به نحن هو مختص أكثر في بموضوع انتشار الأسلحة التقليدية والذخائر، ومنقدم المشورة للجهات الليبية المختلفة حول كيفية التعامل مع الذخائر، يعني تحاشي انفجار مستودعات الذخائر كما حصل في براك الشط مؤخرا، وأرسلنا بعثة يعني أجرت تحقيقا وخلصت إلى مجموعة من الاقتراحات رفعتها للمختصين، كيف يمكن تجنب يعني مخاطر كيف يمكن تخزن الأسلحة والذخيرة بطريقة تجنب المدنيين مخاطر انفجارها. هذا يقع في صلب اهتمامنا، وفي مقال أصدرناه مؤخرا أنصحكم يعني بالاطلاع عليه، عن عمل الذي تقوم به بعثتنا على صعيد نزع الألغام، تخزين الأسلحة والذخائر. بالنسبة لـ Human Rights Watch أنا لم أطلع
واعذرني على ذلك تقرير ينتقد مجلس الأمن لما اطلع عليه. يا ريت هلا باخذ منك نسخة يتهم مجلس الأمن. هلا طبعا Human Rights Watch منظمة حرة تتهم من تشاء وتغضب على من تشاء وترضى على من تشاء، لكن أنا لا علم لي بذلك بما قالوه عن مجلس الأمن، إلا أني أريد دائما أن أميز بين الأمم المتحدة، بين طريقة عمل الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش وسواها. هيومن رايتس ووتش أو أمنستي انترناشنال أو غيرها من المنظمات، هذه منظمات حقوقية تدافع عن حقوق الإنسان. الأمم المتحدة ليست منظمة حقوقية، طبعا نحن ندافع عن حقوق الإنسان لكن مش بنفس الطريقة. نحن مهمتنا الأساسية مساعدة ليبيا أن تتعامل، أن تعزز حقوق الإنسان. يعني مثلا أنا في تقريري، أهم ما في تقريري هو ترحيب بصدور قانون العدالة الانتقالية. أنا بالنسبة لي هذا أهم من الإدانة، هذا يعني له فيه بناء للمستقبل، فيه تعزيز لحقوق الإنسان في ليبيا. وعلى فكرة قانون العدالة الانتقالية يطالب، ينص صراحة على أنه فور صدوره وفي مهلة أقصاها 90 يوما يجب الإفراج عن المحتجزين أو إحالتهم إلى القضاء. وهذا هو الموقف الذي أخذناه نحن. طبعا نحن كنا قد أصدرنا تقريرا عن التعذيب في أماكن الاحتجاز الليبية، وكان صريح ويسمي الأشياء بأسمائها، يعني وهو مفصل وأكثر من بيانات Human Rights Watch أو سواء. وهذا التقرير أهم فيه كان مجموعة من الاقتراحات موجهة للحكومة الليبية وللأطراف الليبية الأخرى. يعني نحن لا نكتفي بالإشارة إلى الانتهاكات، الأهم هو تقديم اقتراحات للدولة لكيفية معالجة أسباب هذه الانتهاكات. وعلى سبيل المثال مثلا في تقريرنا حول التعذيب، لاحظنا أنه أماكن الاحتجاز التي تشرف عليها الشرطة القضائية انحصر فيها التحذيب بشكل ملحوظ، مما يعني أننا نحتاج لتدريب المزيد من الشرطة القضائية وتسليم أماكن الاحتجاز للشرطة القضائية. وعن بعض الدول التي عندها حساسية بالغة مقارنة بسواها حيال ما تسميه تطرفا، ولذلك هناك إشارة للتطرف، لكن ما فيش يعني لم يدرج مجلس الأمن على يعني تسمية جهات مسلحة بعينها. يعني هناك أحداث كثيرة حصلت في ليبيا، هناك مجموعات مسلحة متنوعة، وليس مهمة مجلس الأمن، وبالطبيعي ليست بطبيعة الحال ليست مهمة مع الأمم المتحدة في ليبيا، يعني أن تقدم تصنيفا لكتائب الثوار وتلصق بهذه أو بتلك منها نعوتا محددة. الأهم هو يعني التأكيد على حق الناس بالأمن والأمان، وعن تأييد المواطنين الليبيين في مطالبتهم بدولة يسود فيها القانون وتطبق القانون فيها الأجهزة الشرعية من جيش وشرطة. يعني هذا هو الأهم، ليس المهم يعني تصنيف وتسمية كتائب ثوار معينة. على الأقل هذه هي الطريقة التي نتعامل فيها مع هذه المشكلة.
لماذا ذكرنا الشخصيات الأربع التي أفرج عنها في الزاوية بغض النظر، يعني لم نعطي رأيا لا بالأشخاص ولا بمحتجزيهم، لكن كان هذا مثل ضربناه عن أهمية عدم الاستمرار في احتجاز أي شخص بليبيا خارج نطاق القانون من دون محاكمة ومن دون حتى اتهام. يعني الشيوخ الأربعة اللي من الورفلة الذين ذكرناهم كانوا محتجزين ولم يتهمهم أحد بشيء ولم يحالوا أمام القضاء، فكان لابد من الإفراج عنهم أو إحالتهم إلى القضاء. يعني ولأنه كان حصل الإفراج عشية سفري لنيويورك ذكرته، وإن شاء الله يفرج عن آخرين بأعداد كبيرة لكي يعني أستطيع في مناسبة قريبة أن أرحب بحماسة أكبر. كل شخص محتجز يفرج عنه، يعني هذا مدعاة للترحيب، يفرج عنه أو يحل القضاء، هذا أمر مدعاة للترحيب. علينا أن نفكر بالضحايا، بالناس الذين يشكون من احتجاز أقرباء لهم بغض النظر عن الجهة المحتجزة والأفراد المحتجزين. يبدو أنه واضح أنه في أسئلة كثيرة، فأرجوكم فقط يعني لو تختصروا الأسئلة وكل واحد يسأل سؤال واحد. أنا كمان لازم أختصر الأجوبة. فلو سمحتوا فنرجع للجانب هذا، ناخذ ثلاثة أسئلة من هوني بس. لا جواب، نحن ما بنسمي حدا يعني. ثلاثة أسئلة من هوني لو سمحت. السيد اللي وراء اللحية تفضلوا، بعده أنت والسيد اللي واقف وراء. أنا بالنسبة للموضوع الثاني أنا ما عندي معلومات ولا رأي لي في هذا، يعني في حقيقة الأمر. بالنسبة للمسألة الأولى، السلطات الليبية أنشأت جهاز لحماية البعثات الدبلوماسية، وعندنا ويرسلون إلينا سيارة أو سيارتين من هذا الجهاز اللي تجدهم على مدخل مقرنا، لكن هذا غير كافي. عندنا مقر كبير جدا، ولا تستطيع سيارة أو سيارتان من الأمن الدبلوماسي حماية المقر. ونحن مدركون طبعا أن قدرات الدولة الليبية على تأمين الحماية الليبيين قبل أن تحمي البعثات الدبلوماسية قدرات محدودة، فيعني لا نطالب، يعني لا يكلف الله أمرا إلا نفسا إلا وسعها. يعني نحن ما فينا نتوقع من السلطات الليبية بين عشية وضحاها أن ترسل إلينا فريق حراسة مدجج بالسلاح ومدرب، هذا أمر متعذر. لكننا نتطلع إلى اليوم الذي يصبح ذلك فيه ممكن. The gentleman with the glasses, I think, during the speaker. No, it certainly has an impact on the economy and on the stability of the country, and we support every attempt that the government is to make in order to find a solution for this. The Security Council has touched on this question, and it was mentioned during the meeting of the Security Council that no country is to make any deal with those who illegally occupy the oil fields. We hope that the problem of the occupation of the oil installations will be
will be solved peacefully and swiftly for the impact on both economy and the general political situation of Libya is undeniable. Yes, sir. والحمد لله على هذه العلاقة. تابع شارع ليبيا في شرق ليبيا موضوع علاقة القرى النصية حسب وصفكم في المنطقة بين احتلال وكيف ترى الأمم المتحدة هذا الشيء، وهل حاولتم الاجتماع في المركز في ما يسمى مركز تركيبي مركز تركيبي في المنطقة أو اجتماعهم في الحكومة؟ لا، نحن لم نجتمع بهم ولا نعتبر أن لنا دورا في هذا الأمر. التفاوض حول هذه المشكلة التي تفاقمت عبر الشهور الماضية هو شأن الحكومة الليبية، والقوى السياسية الليبية أيضا لها دور، ونحن كحريصين على المصلحة الليبية قلقين من استمرار هذا الوضع، لكن لسنا الجهة الصالحة للعب أي دور في حل هذه المشكلة، ولم يجري بيننا وبين مكتب التنفيذي لإقليم برقة أي اتصال. وجهولنا سائل، لكن وأعتقد أن لم نكن الوحيدين الذين تلقوا رسائلهم، لكن لم يجري بيننا أي حوار رسمي. طيب، نرجع لجانب هذا. تفضل الزميل. صلاح ناصر، القناة. حصل أن معاهدة أخذ معاهدة المنظمة الدولية لحرب الأسلحة الكيميائية وتدميرها، تقريركم قدمتم حول الصواريخ الموجودة في المركز العسكري الموجودة في مدينة سدى، ولكن من خلال زيارتي لبعض المناطق في الأسبوع الماضي، هناك ما تقول أن هناك لازالت بعض المراكز العسكرية التي تتواصل فيها مركز هذا بكميات كبيرة، وهي الآن تخضع لمراقبة دولية، وهناك بعض القوات الموجودة على الأرض هي من تقوم، قوات أجنبية هي من تقوم بتحميل بحماية وتأمين حماية لهذه المراكز، وكذلك مراقبتها عبر الأقمار الصناعية. كذلك قالت لازالنا منذ فترة طويلة هناك سيارة قربت في أحد هذه المراكز لها. أنا لا علم لي أبدا بوجود قوات، هناك خبراء شيء والقوات شيء تاني. خبراء يعملون مع الأجهزة الرسمية الليبية، نعم هناك خبراء، لا أعرف عددهم لأنه ولا أماكن وجودهم، لأنه هذه المنظمة كما قلت مستقلة وتعمل بشيء من التكتم، طبيعة عملها تقتضي التكتم يعني. أما كل الباقي فلا علم لي به، يعني طائرة ومش عارف. لكن أنه لم يعني، أنا في تقريري أشرت إلى معلومات أولية توفرت لنا، تحدثت عن إتلاف كمية من غاز الخردل، لكن لم أقول أن كل غاز الخردل قد أتلف. Commission are you referring to? No, commission, to decommission. So you're talking about disarmament, yes, basically. Yeah. Right. And what the UN can do or the government can do, this is what I gather from the question, right? I mean, that's your question. I mean, what we can do to help, or what the government, or what should be done to decommission those who have the weapons? How the UN can operate in these places.
Without extra security. I mean, how can we operate in those places where we have all those massive things? And the first question is about the guard unit? Yes. Yeah. And you want, is there any specific? Will the UN be able to operate at its current capacity or will that limit some of its activities? No. I mean, the UN continues to fulfill its mandate, do what it is supposed to do freely throughout the country. I don't think there is, as I said earlier in Arabic, yes, that there is not more security risks on our staff than on the Libyan people whom we're here to serve. So I would not exaggerate the importance of the security risks. إذا مشاهدينا تابعنا هذا المؤتمر الصحفي لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا طارق متري والذي تحدث خلاله عن الأوضاع في ليبيا بشكل عام وعن الإحاطة التي قدمها لمجلس الأمن الدولي. متري كشف عن لقاء تشاوري رابع ستنظمه بعثة قريبا مع الأطراف الليبية من أجل التوصل إلى صياغة مقترح توافقي لرفعه إلى المؤتمر الوطني العام. أوضحنا الأطراف السياسية الليبية لم تتوصل في اللقاءات التشاورية التي نظمتها بعثة الأمم المتحدة إلى أي مقترح، مشددا على أهمية أن تصغي الأطراف الليبية إلى بعضها البعض وإلى تطلعات الشعب الليبي. إلى ذلك جدد مجلس الأمن الدولي التزامه القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية. وشدد المجلس في بيان رئاسي تبناه بعد الجلسة التي عقدت حول الوضع في ليبيا على دعم الشعب والمؤسسات السياسية المنتخبة في ليبيا، مؤكدا أهمية تحقيق مزيد من التقدم في عملية صياغة الدستور الليبي. وأعرب المجلس عن قلقه الشديد لتدهور الحالة الأمنية والانقسامات السياسية التي تهدد بتقويض عملية الانتقال إلى الديمقراطية، داعيا جميع الأطراف إلى نبذ العنف ضد المدنيين. وحتى المجلس على ضرورة تعزيز المؤسسات العسكرية والأمنية ودعم الجهود التي تبذلها القوات التابعة للدولة كي تفرض الأمن في جميع الأراضي الليبية.